السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه طبخ وحلويات فاطمه. فيديو تاعنا اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع مملحات، رافقوهم مع الحريره ولا مع الشوربه في بلاصه البوراك، يجوا خفاف اقتصاديين. جينا متغيره نوع الماء والحشوه كما قلت لكم اقتصاديه، وتبغي ديري اي حشو يكون عندك. نروحوا نبداو في المقادير. عندنا طبيعه الحال الملح، عندنا مغرف صغيره تاع خماره تاع الخبز، مغرف كبيره شويه تاع سكر، عندنا نصف علبه تاع خميره كيميائيه، عندنا حوالي ربع مغارف كبار تاع الزيت، وعندنا كاس تاع لبن دافي. وهنايا عندنا ديت تقريبا 3 كيسان ونص تاع فارينه تاع 240 مليلتر. هادو هما المقادير. نبداو في العجينه بها، نخلوها تريح، ندير السكر مع الخميره، نخلط هاد المقادير. وانا نشوفو ندير خميرة كيميائية، نخلط تاني المقادير جيدا، هنا نضيف الملح، الملح على حساب الرغبة، نضيف ربع مغارف كبار تاع الزيت يكونوا معمرين مليح، الاولى ما عمرتهاش مليح. نخدم هذا الزيت مع الفرينه، غير نبسسها برك، من بعد نضيف هذاك اللبن نلم به العجينه تاعي. هنا اللبن لازم يكون دافي، حصلوا العجينه تكون متماسكه شويه، ماشي طريه بزاف، يعني شاده روحها. نخلوها تريح جانبا. بالنسبه للحشوه قلت لكم الحشوه كيما تبغوا، انا غادي ندير صلصه طماطم مع الطوم مع الجبن مع الزيتون. هنا عندك الاختيار. انا غادي نلم العجينه، خليها تريح في مكان دافي، من بعد نعاودو نتلاقاو نشوفو طريقه التشكيل. هنا بعد ما ريحت العجينه تاعنا مده تاع ربع ساعه ولا، نرش الفرينه على سطح العمل لانه العجينه راهي شويه طريه، وندي كمية تاع العجين يعني خمرت شويه، لانه هذاك اللبن هذاك يساعد الخميره ما تتفاعل بسرعه لانه فيه البكتيريا هو تاعي. نحل العجينه تاعي على شكل مربع ولا على شكل مستطيل كيما نبغوا، اللي تساعدك. يعني هنا العجينه راهي عندي شويه طريه، غادي نستعين دائما بالفرينه باه ما تلصقليش العجينه تاعي. نحل العجينه مليح رقيقه، هنا بعد ما حليتها مربع قسمتها على اثنين، وغادي نبدا نقطع فيها مربعات. يعني تبغي ديريهم بالطابع متساويين ولا عينك هي ميزانك. بهذه الطريقه، ودائما استعينوا بالفرينه دائما، لان العجينه كي تكون طريه لازم لها غير الفرينه هي اللي تساعدك في العمل تاعها. نجو الان نروحو نشوفو الحشوه تاعنا. هنا نحطو المثلت تاعنا، صلصه الطماطم هذه هي اللي حضرتها. هنا ممكن ديروها ثقيله على هكا، انا درتها صلصه تاع بيتزا، لكن نتوما تبغوا تقلوها اكثر من هكا. وهنايا ديت زوج علب تاع الطون، صفيتهم من الزيت تماما في الصفايه، ضفت عليهم المعدنوس مقطع رقيق والزيتون اسود مقطع رقيق ولا زيتون اخضر كيما تبغوا، وتبغوا تبلوه ولا تبغوا تكتافوا فقط ما ديروا لا توابل لا والو. عندنا الجبن، هنا ندي كميه تاع الصلصه ما نكثرش فقط، عفوا كميه قليله، نضيف معاها شويه تاع الجبن عفوا الطوم مع الزيتون مع وندير قطعه تاع الجبن.
هنا كما رانا نشوفو نبدا نجيب هاد الضلعين هادو بهذه الطريقه، نغلقهم مليح باش ما يتفتحوليش في الفرن، ونعاود هادو يعني كشغل انا نديرو في هو الشكل تاعهم يجي تقريبا كيما الشاميات هذيك الحلوه اللي نديروها بلاطات فيلو، لكن هما مملحات يجي على شكل هرم. هنا نقيسيو به نضغطو مليح على الحواف هادو، من بعد ندي حبه تاع زيتون اسود ولا اللي يكون عندك في الدار ولا مام اخضر، ونحطها في الوسط نديرها في السني، يكون مفرش بورق الطهي لانه غادي ندير لها البيض وغادي تلصق لي. نعاود معكم حبه هنا فقط، الا درتو الصلصه خفيفه كما اللي درتها انا ما تكتروش الصلصه لانه من بعد غادي تنفتح لكم شويه. ندي المربع تاعي، ندي قد ملعقه صغيره تاع قهوه صلصه طماطم، ندير شويه تاع طون مع المعدنوس والزيتون، نسيبه نحط كاع، وندير قطعه تاع جبن طاري، ونبدا نغلق بهذه الطريقه كما رانا نشوفو. دائما هنا استعيني باش تمسحي يديك باه العجينه تتبلع لك، ونبلع تاني هادو. هنا الحشوه كيما تبغوا، ممكن ديروا لحم طحون، ممكن ديري فقط الجبن، جبن مبشور تاني الا كان عندك طاقه ديريه، هنا يبقى لك الاختيار. بهذه الطريقه هنا نجيب حبه زيتون ونحطها في الوسط. هنا انا غادي نكمل الكميه اللي عندي ولا اللي بقات لي، بالنسبه للفرن غادي نخليهم يخمروا، بعد ما يخمروا يعني ما يخمروش بزاف، واحد اللي يريحوا واحد الخمس دقائق ولا 10 دقائق، نشعل الفرن نسخنه على 180 درجه، ندخل هاد المملحات تاعي يطيبوا. عفوا هنا قبل ما ندخلهم كما قلت لكم ندهنهم بالبيض ورشهم بالسانوج ولا بالجلجلان وندخلهم يطيبوا، ومن بعد نوريهولكم جاهز ان شاء الله في صحن التقديم. المملحه تاعنا كما رانا نشوفوا راهي جاهزه، بعد ما خمرت يعني ريحت شويه، دهنتها كما قلت لكم بالبيض ودرت عليها السانوج ولا الجلجلان، هذا هو الشكل تاعها. هنا كملاحظه فقط ما تكتروش الحشوه باه ما تنتحللكمش في الفرن، هذا هو الشكل تاعها. نتمنى ان شاء الله بربي تجربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم لعجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم، تخلوا لي كومونتير باش تشجعوني، تدعموا القناه وصحه فطور.